السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الحجاج، معكم الدكتور محمد الجسار. من أكثر الأمراض تهيجاً أثناء أداء مناسك الحج هو مرض الربو، وذلك لعدة أسباب، منها الازدحام الشديد، شدة الحر، الدخان والغبار، والمجهود العالي الذي يؤديه الحاج. ولذلك أنصحه بشدة أن أي مريض ربو قبل أداء الحج يذهب إلى طبيبه، يتأكد أنه متحكم من المرض، يأخذ معه أدوية كافية للموسم، دائما في جيبه يكون بخاخ للحالات الطارئه، ويلبس ايضا اسواره تدل انه هو مريض ربو عشان نساعده. ونتمنى لكم حج امن وصحي.